كريستين. ربنا يستر. You know that مصطفى كان ماري فور؟ بص لا 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 بص لو مصطفى ايس مش مشكله بجد؟ بجد يعني لا عشان انا مش ست. لا يا حبيبي لا 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 لو انت ايس يلا لو انت عايز يلا روح. انا اول استنى 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 دي مع التعدد اصبر. اتفضلي يا استاذه. عشان كله مصريين بتفكر ايه لو اغنبيه لا واخد زوجه وبس. انا لا دلوقتي انا مش اغنبيه انا مصريه وهطلع عينيك. لا انت عايزه 4 ولا 10 ما فيش مشكله بس ايوه بس اول مره ده كله فلوس انا انا وبنتي خلاص. ما خلاص ما انت كده كده بس انت عايزه 4 مش مشكله. طب يعني يعني فلوس فين؟ يعني طب فلوس هصرف عليه. طيب لا مش هنقول 4 لو 2 يعني انت وواحده هتوافقي؟ انا ومصريه مش مشكله عشان انا بحب مكشه جدا. تلمي يعني I want to tell you something يعني أنا هحاول أقولها بالعربي وأنت ترجمها عشان المشاهدين. تمام. ده بيحصل عندنا في مجتمعاتنا في ظروف قليلة وضعيفة جدا. مش كل المصريين بيفكروا كده. مش معنى كده إن ده صح أو غلط بس قليلين اللي بيقدر على واحدة. هيتجوز 2 إزاي؟ يعني اللي بيقدر على واحدة ده بطل. هيتجوز 2 إزاي؟ How I married two because in Egypt we only can leave us one because stress and the headache and seeing us so how we can use it. تمام. بص لو مصطفى strong man واخدة أجنبية واخدة مصرية. بس أنا مش عارفة ممكن مصرية will make for مصطفى relax. Relax. Yes. Okay. عشان أيوة أنا stress كل يوم. انت ستريس عامله ستريس. انا ستريس. اسمها كريستينا ستريس. ايوه كريستينا ستريس. كريستينا ستريس. طيب